شنو القيمه ديال الكاك اللي قبل مني وكبر مني كيعرفوا شنو القيمه ديال الكاك. الكاك يعني ما كنقولش انا مدينه الكره بلد ديال الكره يعني خرجت لعابه كبار مشاو للفريق الوطني والرياضي يعني أولية نسيت وساتي يعني الكاك تستحق كل تقدير. عساك إذا جا دار الأكسيدون جا دابا تقرر واحد الكوليكت للكاك باش يشريو الكاك. كنظن هذه مبادرة حسنة جدا والكاك تستحق الكار وتستحق إعانة زايدة باش ماديا والمسؤوليه ديال ديك المدينه باش يعملوا جميع المجهودات ديالهم باش الكاك ترجع للمكانه اللي كانت لايقه بها واللي كانت لايقه بها وهي القسم الوطني. دائما سيمون دو زورا كيكون اصحاب المبادره في اعمال خدمه جيده كتكون في هذه الساعه في المدينه. انا كنتذكر انكم كنتم درتوا تكريم السي محمد الحاج محمد بنو الملعب محمد الخميس والان الراك اول فريق في هذه الملعب كتقدم. الحمد لله انا قلت لك علاش الكاك فريق كبير وعندي اصدقاء وعطاو الكرة الوطنية وعطاو الفريق الوطني. كنظن بأن جميع دابا كاع المسؤولين كاع ديال مدينة قنيطرة باش يشوفوا هذيك الفرقة يعملوا ما أمكن لهم باش يعاونوها ماديا باش ترجع للمكانة اللي تتلق بها وهي القسم الوطني. كاين اليوم إجماع على أن السي حكيم دومور خصو يرجع للنادي. السي حكيم دومور بلا رجع راه كان السي دومور الله يرحمه وكان هو وخدم وبغى يرجع يخدم بالبلاد ديالو وهما اللي كيعرفوا القيمه ديال السي دومو. اما لا كسؤال ليا شخصي السي دومو كيعرف الكره وعنده باش يكون في الكره وسيرتو لا تفاهم مع المكتب ديالو واللعابه. كنظن اللعابه كل شيء يساندو وغادي تكون ان شاء الله هو الاقلاع ديال الكاك. شكرا.